السلام عليكم، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. بزاف منكم كتسولوني على كيفاش نصايب نظام غذائي خاص بيا، سواء الا كنت باغي نزيد في الوزن ديالي او نحافظ على الوزن ديالي او ننقص من الوزن ديالي. سو اليوم غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا النظام الغذائي الخاص بكم. دونك افون تو ربيكم في ماشين يوتيوب، ديروا سابوني او الاشتراك او لا سبسكرايب اللي كاينه هنا لتحت بالاحمر، كليكيو على داك الجرس الصغير باش اي فيديو اللي حتها توصلكم نتوما الاولين. تابعوني في مي ريزو سوسيو كاملين، فيسبوك انستغرام سناب شات، غادي نخلي لكم لتحت في لابار دانفو كيفاش نصوب النظام الغذائي ديالي. دونك خاصنا نعرفوا بلي باش الماكله ديالي تكون صحيه ومناسبه، دونك خاصها تكون كتحتوي على جوج الانواع ديال العناصر الغذائيه اللي هي الماكرو والميكرو. شنو هو الماكرو شنو هو الميكرو؟ دونك الماكرو هي الاغذيه اللي كتعطينا الطاقه، اولا هي الاغذيه اللي فيها سعرات حراريه اللي كتحسب هي اللي كتغلظنا ولا كتضعفنا. دونك هاد الاغذيه كاينين ثلاثه الانواع، كاين الدهون وكاين الكربوهيدرات وكاين البروتينات. يعني الدهون اللي كنلقاوها مثلا في الزيت، البروتينات اللي كنلقاوها في اللحم في الحوت، الكربوهيدرات اللي كنلقاوها في الشوفان او لا في لي بات في الخبز. ندوزو دابا للميكرو. الميكرو هي الاغذيه اللي ما فيهاش سعرات حراريه، يعني سواء كلتيها او الا كلتيها ما كتزيدكش السعرات الحراريه. يعني ما مثلا الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن كيحسبوا السعرات الحراريه ديالهم راه كليت كذا كذا ديال لي كالوري، دونك هاد لي ميكرو ما كيتزادوش ما كيتحسبوش لان ما فيهمش السعرات الحراريه، واللي هما بحال المعادن بحال الفيتامينات الى اخره. دونك هاد لي ميكرو راه كيكونوا في لي ماكرو. باغ اكزومبل نعطيكم مثلا البطاطا او لا مثلا اي خضر، مثلا البطاطا فيها الكربوهيدرات ولكن راه فيها واحد النسبه تاع الفيتامينات اللي حنا عارفين كاع الخضر فيهم الفيتامينات. دونك هاد لي ميكرو كيكونوا ديجا في لي ماكرو، غير حنا خصنا نعرفوهم باش يعني اي حاجه غادي ناكلوها خص يكونوا فيها هاد العناصر الغذائيه بجوج. هذه هي الطريقه الصحيه باش انني نصايب بروغرام ديالي اللي باش نزيد الوزن اولا نحافظ على الوزن ديالي اولا نقص الوزن ديالي، واللي هو واحد البروغرام اللي غادي ناكل فيه كلشي، يعني غادي الجسم ديالي يستافد من كلشي. واخا نكون باغي نقص الوزن غادي نستافد من كلشي. خليوني من دوك لي ريجيم ديال الخضار او لا ريجيم ديال الفخوي او لا ريجيم غير ديال البروتينات او لا لان بزاف الناس كياخذوا هاد لي ريجيم وكيجيو عندي باغ لا سويت كيتشكاو كيقولوا ان سوا وقع لهم بروبليم في الصحه ديالهم، سوا ضعفوا مزيان ما يرجع لهم الوزن او لا البوا باغ لا سويت بواحد الطريقه اللي هي زربانه. وهذا راجع لان اذا كانوا مشاكل صحيه فهذا الشيء طبيعي، لان الجسم ديالنا كيستافد من بزاف الحوايج، ما يمكنش تعطي غير حاجه وحده ما يستافدش منها. مثلا ريجيم ديال البروتينات، يعني عمقنا ناكل كو لي بروتين، النشويات اللي كتعطينا الطاقه هي اللي كتعاوننا اننا نخدمو. مثلا الناس كيكونوا يديروا سبور كي كتحس براسك فاشل ما قادرش تتحرك ما قادر حتى تمشى، وحتى زعما المزاج ديالك كيولي كتولي ديما معصب بحال شي واحد فاش واحد مقطوع من الكارو، ولا ديما كتولي معصب ديما باغي تضارب لان ما كاينش مصدر ديال الطاقه عندك، ما كاينش والو. دونك ما يمكنش ان الواحد يبقى ياكل غير حاجه وحده لانه ماشي صحي. زائد ان بالنسبه للناس اللي كيديروا مثلا دي ريجيم اللي كتعاونهم انهم ينقصوا البو بواحد الطريقه اللي مسرعه، يعني كتبقى سيمانه نقص فيها 5 كيلو لا هو فرحان لانه نقص، مي انا جو فوز اسيغ ان ديك 5 كيلو ماشي دهون. حنا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نقصوا الدهون، ولا كاع قدرنا ان نزيدوا العضلات كيكون احسن لان هادشي صحي بالنسبه للجسم. اما باش تقول لي نقصي 5 كيلو في السيمانه، فهاد 5 كيلو بروميرمون كتكون غير المياه المخزنه في العضلات ديالنا وفي الجسم ديالنا، يعني الجسم ديالنا كيولي ناشف من الماء. ثانيا كتكون نسبه العضلات كطيح اكثر من نسبه الدهون، يعني الجسم كيبقاو فيه الدهون ونسبه العضلات كتمشي. ولا شو ان الناس اللي كينقصوا الوزن بطريقه زعما دغيا غادي تشوفوا ان الشكل ديال لو كور ديالهم ماشي متناسق، كيبان لك شي حاجه ماشي تليه.
دونك حنا الهدف ديالنا هو اننا نقصوا الدهون ماشي الماء ماشي العضلات واننا نبقاو ديما مهضلين في صحتنا دونك نقصوا الوزن نص كيلو حتى الكيلو كاع في السيمانه راه ما خليتي ما درتي راه سي بيان يعني كملوا هو هادشي كيبغي الصبر كيبغي الالتزام سورتو الالتزام ديت فواحد البروغرام نكمل فيه ما نحبش سورتو الا كان ان بروغرام اللي هو صحي فهادشي مزيان وغادي يكون واحد النظام ديال كي كيقولوا ان ستيل دو في يعني غادي تكمل عليه غتبقى تاكل صحي طول حياتك ماشي شي حاجه اللي غتبع واحد المده وترجع عاوتاني لان البوا ديالك غادي يرجع اون فان دو كون دونك حنا الهدف ديالنا هو الاستمراريه دونك واحد الحاجه كيف كيقولوا قليل ومداوم ولا شي حاجه اللي بالزربه وغادي تندم عليها دونك كيفاش نصمم او نصوب برنامج غذائي خاص بيا دونك تصميم برنامج غذائي دونك اول حاجه خصنا نعرفوها هي السعرات الحراريه اللي غادي نحتاجها في اليوم دونك هاد السوجي انا كنت دويت عليه اون ديتاي في فيديو قبل فيها كيفاش نحسب السعرات الحراريه ديالي غادي نخلي لكم تحت اون باغ دانفو سيروا شوفوا باش تعرفوا شحال من سعره حراريه خاصكم في اليوم وديك الساعه غادي نكملوا غادي تكملوا معايا هاد لا فيديو دونك باغ اكزومبل لقيت ان السعرات الحراريه ديالي حسبت من الفيديو ولقيت بلي كنحتاج 2500 كيلو كالوري اوكي اولا سعره حراريه دونك الا كنت باغا نحافظ على الوزن ديالي فانا غادي ناخذ هاد 2500 سعره حراريه كل يوم كنت باغا نزيد في الوزن غادي نزيد 500 سعره حراريه في اليوم كنت باغا نقص في الوزن غادي نقص 500 سعره حراريه دونك هاد العدد اللي درت لكم 500 هو العدد اللي مزيان اللي غادي نقصوا اولا نزيدوا بلا ما ناثر على الصحه ديالي دونك حتى من بعد عاد بوسيبل انكم تزيدوا حتى ل 1000 اولا تنقصوا 1000 دونك غادي نعطيو ان اكزومبل دونك كيف قلنا لقيت 2500 سعره حراريه عندي اكزومبل مثلا باغي نزيد الوزن ديالي الزياده في الوزن دونك كنت باغي نزيد في الوزن ديالي غادي نزيد واحد 500 سعره حراريه غادي تخرج ليا 3000 سعره حراريه اوكي دونك انا كيف شرحت لكم قبل دويت على الماكرو والميكرو دونك الماكرو هما اللي قلنا انهم فيهم السعرات الحراريه دونك فاش شرحت لكم الماكرو قلت لكم بلي كينقسم لثلاثه اصناف كاين عندنا البروتينات وعندنا الدهون وعندنا الكربوهيدرات دونك هاد ثلاثه الحوايج هما اللي غادي نلعب عليهم اللي هما بيان سور داخل فيهم الميكرو اللي هما ما فيهمش السعرات الحراريه بالنسبه للبروتينات خاصكم تعرفوا ان كل شخص كيحتاج كل كيلو منه كيحتاج ما بين 1.5 حتى 2.5 غرام من البروتين يعني اكزومبل اذا كان مثلا عندي 60 كيلوغرام فكل كيلو من هاد 60 كيلوغرام غادي يحتاج ما بين 1.5 حتى 2.5 غرام من البروتين ما بين 1.5 حتى 2.5 سي تادير اما انسان اللي ما كيديرش الرياضه غادي يحتاج من 1 حتى 1.5 غرام بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه 2 غرام بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه يعني كثيره اولا مجهده كيحتاجوا 2.5 غرام ديال البروتين لكل كيلوغرام دونك انا نعطيو اكزومبل ديال 60 كيلوغرام فحنا غادي نديرو 60 في 2 باش نعرفو كل عندنا كل كيلوغرام كيحتاج 2 غرام انا نعطيو اكزومبل ديال 2 غرام يعني انسان كيدير سبور عادي دونك 60 في 2 هي 120 غرام دونك 120 غرام ديال البروتين اللي غادي يحتاجها هاد الشخص اللي
كيدير اللي عنده 60 كيلو وكيدير سبور عادي. حنا دابا مازال ما عرفناش لي كالوري، عرفنا شحال من غرام، مي باش حنا خصنا نعرفوا السعرات الحراريه، خصنا نحولوا داكشي سعرات حراريه باش نحسبوا الاحتياج ديالنا ديال الاكل. دونك خصنا نعرفوا قاعده اخرى اللي كتقول باللي كل واحد غرام من البروتين كيساوي 4 سعرات الحراريه او 4 كيلو كالوري. كل واحد غرام كيساوي 4 كيلو كالوري. دونك حنا عندنا هنا 120 غرام، خصنا نعرفوا شحال كتساوي من كالوري. دونك 120 غرام غادي نضربوها في 4، دونك غادي تعطينا 4 في 2 8، 4 في 1 4، دونك 480 سعرة حرارية ديال بروتينات هي اللي غادي يحتاجها شخص عنده 60 كيلوغرام وباغي يزيد 500 سعرة حرارية. دونك سالينا دابا من البروتينات، غادي ندوزو دابا للدهون باش نعرفو كل واحد الشخص شحال خاصو ديال الدهون. دونك حنا خصنا نعرفو ان كل واحد كيحتاج 1 غرام ديال الدهون لكل كيلوغرام واحد من الوزن ديالنا. دونك هنا كانت عندنا ما بين 1.5 حتى 2.5، هنا عندنا غرام واحد لكل واحد عنده كيلوغرام. كتختلف النسبه وي، مي على حسب الا كان عنده شي مرض او لا شي حاجه، اما بالنسبه للناس العاديين فكيحتاجوا 1 غرام لكل كيلوغرام من الوزن ديالهم. دونك حنا عندنا 60 كيلوغرام اللي درنا في ليكزامبل، دونك غادي 60 كيلوغرام غادي تحتاج 60 غرام ديال الدهون. دونك نفرقوا هنا فوالا. دابا خصنا نعرفوا، هنا كنا عرفنا بلي كل غرام فيه 4 لي كالوري اولا 4 سعرات حراريه، فخصنا نعرفوا حتى هنا الدهون 1 غرام شحال كيساوي من سعره حراريه. فالغرام واحد من الدهون كيساوي 9 سعرات حراريه. اوكي دونك كيف ما درنا هنا خرج لينا شحال من غرام ضربناه في شحال من سعره حراريه، فحتى هنا شحال من غرام غنضربوه في شحال من سعره حراريه. دونك 60 في 9 اللي غادا تعطينا 0 طبعا، والصفر 9 اللي هي 73 سعرة حرارية ديال الدهون. دابا كيبقاو لينا الكربوهيدرات، هنا العملية سهلة، فحنا كنحتاجو 3000 سعرة حرارية نورمالمون، فهاد 3000 سعرة حرارية غادي نحيدو منها 480 سعرة حرارية ديال البروتين، وغنحيدو منها 730 سعرة حرارية ديال البروتين ديال الدهون. فغادي يبقى لينا شحال ديال الكربوهيدرات غادي نحتاجوها. دونك غادي تبقى لينا 1790 سعرة حرارية، وي 1790 سعرة حرارية. دونك الا بغينا نعرفو هاد السعرة الحرارية شحال ديال الغرامات فيها، فسي سامبل. دونك هنا عارفين بلي غرام واحد ديال البروتين كيساوي 4 السعرات الحرارية، غرام واحد ديال الدهون كيساوي 9. دونك هنا غرام واحد كيساوي 4 السعرات الحرارية بحالو بحال البروتينات. دونك 1790 غادي نقسموها على 4. هنا باش نحولوا الغرام للكيلو كالوري كنا كنضربوا في شحال من سعره حراريه، دونك هنا غادي نقسموا حيت عندنا السعرات الحراريه. دونك غادي تخرج لينا، ندير الكالكول، ألف وسبعمية وتسعين مقسومة على 4 هتخرج 497 غرام. مي حنا ما عندنا ما نديرو دابا بهاد الغرام غير باش نعطيكم إكزومبل وصافي.
دونك هنا عرفنا شحال من سعره حراريه، دونك خاصنا 3000 سعره حراريه في اليوم. كيفاش نقسمها ما بين بروتين ودهون وكربوهيدرات؟ الانسان عادي كيدير سبور عادي، دونك كيف خرجت لينا عندنا 480 سعره حراريه ديال البروتينات زائد 730 من الدهون زائد 1790 من كربوهيدرات. دونك هاد البروتينات اولا الدهون اولا الكربوهيدرات اللي هي عباره عن ماكرو كيف ما شرحت لكم في الاول، فهي غادي يكونوا داخلين فيها لي ميكرو يعني المعادن والفيتامينات من ناحيه الخضره من ناحيه اللحم من هذا، كل غذاء راه كيتكون على هاد لي ميكرو. دونك هذه هي الطريقه باش نحسبوا السعرات الحراريه ديالنا. انا في الفيديو ديال كيفاش نحسبوا السعرات الحراريه ديالنا راني دايره واحد لابليكاسيون اللي كتحسبوا فيها كل ماكله شحال فيها ديال السعرات الحراريه باش تعرفوا مثلا عندنا بروتينات عاد تاكلوا لاداند تعرفوا شحال تاخذوا ديال لاداند باش تعرفوا شحال فيه من السعرات الحراريه. دونك اللي كنصحكم به اكثر هو التنويع في الوجبات، ويكون عندنا بزاف الوجبات في النهار ماشي ناخذ غير فطور غدا عشاء، وانما على الاقل واحد خمسه الوجبات في النهار. دونك هذه هي الطريقه الصحيه باش نقص اولا نزيد في الوزن. هنا عطيتكم اكزامبل ديال نزيد في الوزن، بغيت نقص غندير ناقص 500 على حساب شحال خرج ليا في السعرات الحراريه، وغادي نحسب بهذه الطريقه. كتبقى الطريقه هي لا ميم. الموضوع ديال اليوم مثلا خليوا لي اراء ديالكم والاستفسارات ديالكم في لي كومونتير لتحت. باي باي، السلام عليكم.